هل ظلم النادي الاهلي النهارده في ضرب الجزاء ولا لا؟ هل ادار كابتن محمد الصباحي وطاقم التحكيم المباراه بشكل جيد؟ هل لقطه علي معلول وهو خارج الملعب بتتحسب ولا لا؟ كلام كتير جدا واسئله كثيره جدا هنتقدم بيها احنا لخبيرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان. ازيك يا كابتن سمير؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ايه الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. خلينا نبدا بالحالات ولما نوصل للحاله حاله نقف نتكلم فيها، لان النهارده في 3-4 حالات بتثير. هي وجبه دسمه فعلا تحكيميه النهارده. بالظبط، على الرغم من فوز النادي الاهلي ولكن دائما نحن نبحث عن العداله التحكيميه لكل الفرق وليس للنادي الاهلي فقط، بما اننا يعني في قناه النادي الاهلي والاهلي هو الكبير فدايما بيبحث عن العداله التحكيميه طوال الفترات اللي فاتت، حتى لو كنا حتى لو احنا كسبانين 4-0 كنا نتمنى نبقى كسبانين 5. صح، احنا بنشوف الحالات التحكيميه سواء للنادي الاهلي او للنادي الاهلي لو حضرتك قلت انها صحيحه يعني. ان شاء الله. المهم طاقم التحكيم النهارده كان بقياده محمد الصباحي احد الحكام المرشحين للقائمه الدوليه باذن الله، ومعاه مساعد حكم رقم 1 سمير جمال، وبعد كده مساعد حكم رقم 2 احمد نوفل، ومعاهم الحكم الرابع محمد سلامه من بورسعيد. طبعا المشهور محمد سلامه ميدو، المشهور بميدو من بورسعيد. طبعا طاقم حكام يعني مستواهم الفني يليق بمباراه زي دي. طبعا واضح ان صباحي واضح كمان ان علاقته كويسه مع اللعيبه، فدي بتفرق له في حاجات كتيره جدا هنشوفها اثناء المباراه. تمام. عندنا حالات كتيره، ناخد الحاله الاولى. حاجات ايجابيه وحاجات طبعا مش ايجابيه برضو هنشوفها. دي اول لقطه لفتت النظر يا كابتن، وكان فيها حاله من اللقطه دي هتتكرر كمان في داخل في اثناء سير المباراه. طبعا هو بيعمل تاكلين وتزحلق، الكوره خبطت في ايده، ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد، استمراريه اللعب، هو القرار سليم لمحمد. بس هي مش كوره اتحركت يا كابتن مع ايده، مش مشكله، القانون في لمسه اليد لازم فيها التعمد. تمام، مع اعتباراته الاخرى طبعا هي مش موجوده هنا في الكره دي خالص يعني. تمام. بعد كده اول قرار لمحمد كان سليم، بعد كده نيجي الحاله اللي بعدها. تمام، عاوزين نعرف بقى هنا في الكره دي هل فيها تسلل او لا. طبعا كان هتلاقي سمير جمال مساعد الحكم رقم 1 هو كان نجم الشوط الاولاني، هتلاقيه واقف طبعا خلاص، يبقى كده عرفنا ان هي تسلل طالما هي بالظبط قلت نجم الشوط الاولاني. الشوط الاولاني طبعا هتلاقي المهاجم بتاع الانتاج الحربي واقف لوحده قبل لعب الكره، اتفضل يا سمير العب الكره. تمام، فخلاص هو التسلل واضح، تسلل واضح ضد مهاجم الانتاج الحربي. مهاجم الانتاج الحربي. تمام، دي كانت الحاله رقم 2. سمير عنده حوالي 7 حالات في الشوط الاولاني كله اجت فيهم في الشوط الاولاني. ده طبعا خطا سليم على النادي الاهلي، هتلاقي فيه دفع من رمضان صبحي بالجسم، طبعا خطا سليم. هو صباحي اتاخر فيها شويه بس رجع للقرار سريعا حتى لما حضرتك تيجي تشوفها. طبعا دفع الجسم خطا سليم على رمضان صبحي. دي الحاله الثالثه، هدف المباراه. هدف المباراه ده بقى، الهدف ده بصراحه اكتر واحد هيبقى مبسوط بيه حكم المباراه. ليه؟ اول حاجه انت هنا عندك في خطا كان ممكن الصباحي لو ما لعب، لو مش لعيب كوره يا كابتن اسلام يصفر عليه. صح، راح ادى تحت في الفرصه وراح اهو كان راح يحسب. برافو عليك. صح، هو عشان عنده احساس لعيب كوره عمل استمراريه اللعب الادفانتج. تمام، يبقى اول لقطه دي يا كابتن صباحي رايح يحسب لها ممكن فيها تحت كويس فرصه جيده، ادى تحت الفرصه دي. اول حاجه ايجابيه النهارده للصباحي. هنكمل بقى برضو. تمام، احراز الهدف. لو مساعد حكم برضو مش مركز، بس عايز اقول لك حاجه. اتفضل. دي بقى فنيا في الكوره رمضان سهلها له. رمضان سهلها له ليه بقى؟ خد خطوتين اللي بقى. بص يا كابتن اهي اتلعبت اهي، كمل كمل يا سمير كمل. أوكي. بص بقى الدخله اللي لجوه دي. انا معاك كمل. انا معاك، اتفضل يا كابتن. بس اما تلاقي بقى في واحد لوحده كده رايح على 18 كمساعد حكم. صح، وتركيز لو مش مركز ويتسرع ورفع الرايه مره واحده، فدي اجاده رائعه بصراحه من صباحي ومن مساعد الحكم احمد نوفل. اكتر واحد يبقى سعيد بالهدف ده بغض النظر مين اللي احرزه، عشان بس الناس ما تفهمناش غلط يا كابتن اسلام. خلاص ما هي هتتاخد بقى، ما انت قلتها قبل كده فخلاص. هو طبعا الناس فاهمه الحكم طالما اتاحت فرصه. معلش يا كابتن الناس فاهمه، اتفضل يا كابتن. من ضمن الحاجات اللي بتخلي الحكم على فكره يعلم بريتم المباراه. تمام، هنا يا كابتن دي كوره اتلعبت وبعد كده خبطت في جسم او ايد مدافع الانتاج. طبعا هنا برضو يعني انا بعاتب شويه على التصوير يا كابتن، لان هذا التصوير الحقيقه هنا الكوره دي. بص هنا طبعا هنا بين من هنا لينا انها ايه في صدره. صح، نقف في اللقطه دي. الكوره دي انا واثق 100% انها جايه في صدره. سبب بسيط، محمد صباحي فين؟ ده خلاص ده رائع يعني. فالقرار اللي هياخده صباحي في الكوره دي لا يمكن
حد يعمل معاه جدال بصراحه. أيوة. فانا شايف طبعا قرار صباحي في كره زي دي سليم 100% باستمرار اللعب. وخلي بالك اللعيبه بتوع الاهلي اول ما شافوا صباحي وقف في النقطه دي ما حدش اتكلم. اذا تمركز الحكم لو دور كبير جدا. برافو عليك. رائع. هدوء اللاعبين بالظبط، خليهم خلاص في ارتياحيه ان الراجل ده شايف الكره كويس جدا. نيجي الحاله اللي بعدها، دي حاله مهمه جدا. ايوه تمام. ايوه لا هات ماشي، هاتها بس من الاول. ماشي كملها وبعدين هاتها من الاول اتفضل. إيه احنا عاوزين نعرف هنا في تسلل ولا لا. تمام بالزبط. بس في هنا الكاميرا مش باينه ولا ايه؟ في لا كمل يا كابتن. لسه هي كده كده الراجل اصبح تسلل. علي معلول تيالي علي معلول ورا في الكاميرا، بس المفروض يعني مش عارف الناس شايفه ولا لا. المفروض علي معلول شايف راس علي معلول اهو، بس راس بره بره. برافو عليه. ده خروج تكتيكي يعني مغطي الكره، بالرغم ان علي معلول بره الملعب في كره زي دي هو مغطي الكره. كره مهمه جدا جدا دي بصراحه، هياخد الدرجه النهائيه فيها لسمير جمال. اذا الكره دي مش تسلل، مش تسلل. أنا بس اللي انا اعرفه ان هو طالما بره الملعب يبقى لا يحتسب. لا في كره زي دي تكتيكيا من علي معلول ليه يا كابتن اسلام؟ هو خرج ليه تكتيكيا يا كابتن؟ بص علي دفاعه الله ينور عليك، مش هو اندفع؟ يبقى ما زال اكنه في الملعب، شيء طبيعي انه لازم يرجع الملعب. ماشي ما هو لسه ما رجعش. لا ما خلاص بقى هنا بقى يستمر باعتباره مغطي تماما. يعتبر في الملعب يعني. دي لعبه رائعه من سمير جمال بصراحه، تركيز رائع. دي من الالعاب يا كابتن اسلام اللي هو بص يا كابتن هاتها لي من ورا سنه. هو بص وراه سمير جمال. كابتن سمير جمال بص 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 لمحه، بص لمحه اما بص عليه من اليمين. طبعا اللعبه دي بتيجي مثلا كل 3 4 مواسم في كوره، صح؟ وبحظ الحكم المساعده لما تيجي في كوره زي دي. انا مش هجادلك فيها، دي تميز لكابتن سمير جمال بالظبط. حاجه جميله بصراحه في الشوط الاولاني بصراحه. سمير في الشوط الاولاني نجم الشوط الاولاني تحكيميا. اتفضل يا كابتن. تمام نيجي بعد كده في الكره عندنا في بدايه الشوط الثاني دي في هنا هنشوف الكره. تمام الكره دي مهمه جدا بقى. هل اللعيب الافريقي بتاع الانتاج الحربي برافو عليك نقدر نشوفها؟ يا رب التصوير يسمح لنا ان احنا ايه نقدر نقرر. اول حاجه طبعا الكاميرا كابتن اسلام محطوطه غلط. ماشي بس نقف هنا، نقف لا نرجع تاني، نقف هنا. لا بص عندنا في لعيب، في لعيب يا كابتن اللي عند طرف ال 18 اللي جنبينا هنا. واضح ان هو مغطي التسلل، بس برضو مش هنقدر نجزم 100% بسبب التصوير. وطالما مش قادرين نجزم 100% بسبب التصوير نمشي مع الحكم، يبقى مساعد الحكم نمشي معاه. يبقى تمام. الكره دي استمراريه اللعب فيها نمشي مع احمد نوفل ان ما فيهاش تسلل. طبعا احنا ولا عندنا تقنيه الفي ار ولا الكروس هير، فهنمشي هنا مع الحكم. نيجي لعبه دي مهمه جدا جدا. ايوه لرمضان صبحي. ايوه الكره طبعا احنا شايفينها من اول وهله، من اول وهله شاكين طبعا انها تبقى ايه ركله جزاء. نيجي بقى بعد كده رمضان صبحي فرق بجسمه. تمام مزبوط. هتلاقي في شد من ايد الشمال لاعب الانتاج الحربي رمضان صبحي ركله جزاء وكارت اصفر انذار. بس بص هو مكمل معاك جوه ورمضان ولا ماسك ولا اي حاجه. الاندفاع بتاع رمضان الجري ده باين الكره اكتر، باين الكره اكتر. طب ليه هنا بقى نيجي يا كابتن ليه ما اتحسبتش؟ مش عارف. هي ركله جزاء. اذا هي معلش خليني عشان اخدها منك كده، ركله جزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. تمام نقول بقى ليه ما اتحسبتش. نفتح لا كابتن مفيش حاجه اسمها ليه ما اتحسبتش. لا لا معلش لا كابتن معلش مفيش حكم مفيش حاجه اسمها لا معلش تعالى لي بقى معلش تعالى لي يعني ايه يا كابتن؟ هقول لك ليه. يعني احنا بنحلل فنيا. هل انت عندك المهاجم وانت بتحلل استوديو فني كل كره بيجيبها جول؟ لا. طب ليه مش بيجيبها جول؟ يعني اخطا. ما اخطا ما اخطا ما انا ما بقول أخطأ. مثلا ان اسلام وهو مهاجم المفروض الكوره جات له الجون فاضي حطها بره. تمام. اخطا في ان هو ضيع الكوره. اخطا بس بتحللها بقى ليه اخطا؟ ايوه ما هو ليه انت بتحلل مع المهاجم؟ بس هو اخطا. ما اخطا. طيب ما احنا طالما ان احنا قلنا ركله جزاء وما اتحسبتش ركله جزاء يبقى الحكم كابتن سمير معايا اهو يا جماعه في الموضوع عشان بس لا ثانيه واحده هنمشي. اتفضل احنا نخلي المهاجم ما جابش جول وجول فاضي يبقى المهاجم هنا اخطا. بتحلل ليه اخطا صح؟ مظبوط. انا بقى انا هحلل بقى مش انا اللي بحلل بس يعني الكباتن نحلل بقى الكره دي، الكره دي ركله جزاء يبقى كده في خطا. تمام ليه اتحسب الخطا؟ نشوف بقى ليه اتحسب. طيب اتفضل يا سمير. اتفضل يا كابتن. اتفضل. فين بقى صباحي؟ مش عارف. لو عرفنا الصباحي فين لسه واصل. صباحي لسه واصل. لا يا كابتن لسه واصل. نشوف الكادر، نشوف الكادر تاني. خلي بالك اللعبه دي بص. ايوه كمل كمل. التصوير بصراحه يعني التصوير النهارده سيء يعني للغايه معلش. لكن احنا عندنا مخرجين هنا في الكره دي، الكره دي الصباحي يا كابتن اسلام في الكره دي لازم يبقى فاتح اكتر شمال
اكتر شمال عشان يشوف كره زي دي. لو فتح اكتر شمال مش هيشوفها برده، هيبقى من ورا، لازم يبقى في بطن اللعيبه يعني، هيبقى يشوف الايد لان هنا في لعيبه برده، هتلاقي في اللعيب بتاع الانتاج الحربي برده هنا مغطي، لازم يصبعها يا كابتن الكره دي يفتح اكتر شمال لازم. هي باينه كابتن اهي، ده هي هو باينه، هقول لك ليه ماسك ايده باينه، عشان قاعدين في التلفزيون وبنتفرج كده مع لا بص يا كابتن، بص هو ايده فين معاذ، ركله جزاء هي معلاش خلاف، بس انا بتكلم هو ليه ما شافهاش، عشان المفروض في التحرك بتاع صباحي كان يبقى فيه سرعه اكتر ويفتح على الشمال اكتر. الكره دي فادت صباحي بقى كابتن اسلام في ثلاث كور بعد كده، في ثلاث كور بعد كده انا معلش لا دخل تمام، ثلاث كور بعد كده كابتن صباحي تمام، لكن واستفاد منها كابتن صباحي. طب النادي الاهلي استفاد ايه؟ لا ما خلاص ده خطا، بص ما فيش استفاده هنا، الخطا التحكيمي ده وارد على جميع الفرق. لا وارد طبعا، انا ما بقولش حاجه، ولكن دي ضربه جزاء واضحه كابتن، بقول لك هل من الممكن ان احنا نقول ان المساعد الحكم الاخر ممكن يشوفها ولا بعيد؟ لا قلنا لو في مساعد، لو في حكم خامس كان لا كابتن النبي، لا مع حكم خامس لا ماشي هنمشيها كده معلش. خلي بالك الحكم الخامس زي ما كان ليه سلبيات كان برضه، انا ما شفتلوش ايجابيات يا كابتن كله لا لا كابتن، بص هو المشكله السنه اللي فاتت واللي قبلها ما كانش في ايجابيات لبعض الفرق زي النادي الاهلي. طيب ما انا وانا ماليش دعوه باي فرق ثانيه، انا في قناه الاهلي بالمناسبه، احنا هنا بنحلل تحكيميا. ماشي يا جد ماشي، فطبعا الحكم الخامس كان هيعمل له كده، العب على راي كابتن شريف عبد المنعم اعمل كده. طبعا دي كانت ركله جزاء كان لازم طبعا يتم احتسابها، ركله جزاء لم تحتسب من للنادي او لصالح النادي الاهلي. نيجي بعد كده هنا في كوره، طبعا هنا في طبعا الدفعه بتاعت محمد هاني دي طبعا خطا، القرار السليم بتاع محمد صباحي رائع طبعا، لازم كارت اصفر طبعا، طبعا ده بسبب طبعا التهور في لعب الكره، ما ينفعش طبعا ايد اللاعب. انا معاك يا كابتن ما عنديش مشكله في دي خالص. بالظبط. نيجي الحاله اللي بعدها. هو محمد هاني برضو عشان نبقى منصفين، هو محمد هاني في كره زي دي انا كباك رايت ببقى عايز احرك ايد يعني، ما تحطهاش مش عايزه مش عايزه يرقصني، ما تحطهاش في وشه. ماشي الحته دي بتاعتك. ايوه انا عمري بس ما يعني بس ممكن ابقى عايز اعطيت في وشك، انا ما انا مش عايز احطها في وشه يا كابتن، انا بحرك ايدي عشان الحق احط ده جسمي قدام. شايف انت ايديك فين؟ طبيعيه طلعت كده. الكره بتاعت محمد هاني فوق يعني، وحضرتك بتشرح دلوقتي طبعا هنا ده خطا طبعا سليم رائع على النادي الاهلي. بس هي خارج منطقه الجزاء، واضحه جدا. انا مش عارف ليه الاعتراض اللي حصل كتير قوي انها جوه منطقه الجزاء، وخلي بالك السبب في كره زي دي برده المكان السليم بتاع صباحي برضو. طبعا صباحي في كرة زي دي، خلي بالك الكرة بتاعت رمضان صبحي، ودي بقولها لك عن ثقة، اللي ما تحسبتش فوقت صباحي، خليته بقى كير اكتر في كل كرة، في كل كرة يعني. بص هتلاقيه جاي جاري وشافها اكيد بين الشوطين طبعا. لا عارف. مش بين الشوطين، دي كانت في نفس الشوط. صح. طبعا هي طبعا هو جاي وقرار طبعا سليم وما فيش تسلل، وقرار سليم من محمد الصباحي بالرغم من المباراه نتيجتها عاليه. بص هنا دي بقى الكره يا كابتن، طبعا مع التصوير بالكامل محدش يقدر يجزم ان يقدر جت في ايده ولا لا، بس طبعا دي الكره بقى يا كابتن اللي من ضمن التعديلات الجديده، لو الكره جت في ايد المهاجم اللي هو بيجيب جول سواء تعمد او غير تعمد، اسمر عنها هدف او جه او احرز من هدف، حكم يصفر على طول، يصفر على طول لصالح الفريق المنافس، لصالح الفريق المنافس. طبعا هنا يعني واضح ممكن قد تكون جت في ايده الشمال، مش قادر احكم الحقيقه. بعد كده دي حاله من الحالات، هل بقى الكره دي فيها تسلل، فيها ركله جزاء، فيها لمسه ايد، الله اعلم. الله اعلم صح، الله عندنا ثلاث حالات، اما نقف كده يعني مش عارف يعني، يمكن بحكي لك يمكن الثيرد باك بتاع النادي الاهلي ممكن يكون مغطي او المدافع ممكن سابق. طبعا طالما ان الصوره مش واضحه هنمشي مع قرار الحكم، بس يا جماعه بصراحه يعني هتبقى الدنيا صعبه قوي، احنا في بدايه الدوري والمكان الكاميرات يبقى بالاسلوب ده، وبرده الريزوليشن برده بتاعت الكور. نيجي حاله دي مهمه، طبعا احنا قلنا ان نجم اللقاء في الشوط الاولاني سمير جمال، نتفرج بقى في الشوط الثاني نشوف الكره دي فيها تسلل ولا لا. لا ارجع ورا سنه، ارجع ورا سنه. لسه ارجع العب لسه اقف هنا بس اقف. طب هنا عندنا لاعب الانتاج الحربي مغطي، العب اتفضل يا سمير. لا ما فيهاش، العب مغطي براسه اهو بس كده. مين اخر واحد في الملعب؟ كمل سنه ما خلاص الكره خارجه بقى. مين اخر واحد؟ الراس اللعيب بتاع الاصفر مغطي عليه، الكره دي ما فيهاش تسلل، ويعني راي غير موفقه لسمير جمال، لكابتن سمير جمال. دي الحالات بتاعت دي اخر حاله معانا. اذا
ركله جزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي طيب. وبالرغم من فوز النادي الاهلي برباعيه مقابل شيء، ولكن كل ما نطلبه العداله. الحكم اخطا، لكن في النهايه الاهلي خسر، ما بقاش كسبان 5-0. وفي حاجه تانية عاوزين نقولها برضو، والحكم خسر ان هو مش كسبان 5-0 يعني مش خسر. الحكم برضو بس بعيدها، ودي لازم الناس تعرفها، مفيش حكم هيتعمد انه يخطئ. يعني النهارده محمد صباي عنده حاجات ايجابيه طبعا، وبعض الحاجات طبعا السلبيه، زي لعيب الكوره بالظبط. لا يمكن ال 90 دقيقه هتبقى كل قراراته سليمه، بس في نهايه اللقاء كمجمل طبعا الطاقم بالكامل نجح في اداره اللقاء الحمد لله. نجح في اداره اللقاء؟ طبعا نجح في اداره اللقاء. كم من 10؟ لا انا دي صباح النهارده. خلي بالك انت بتقول الكلام انت اللي قايله لي. فاداره اللقاء غير التحكيم. من الناحيه الفنيه؟ من الناحيه الفنيه لا، ياخدوا 8 من 10 كلهم. بصراحه يعني احمد نوفل عندنا في اصل النهارده مع الحكام كويس جدا النهارده، مع الحكام التصوير والمخرج بصراحه. يعني الدرجه العاليه بتاعه الحكام ترجع برضو للمخرج والتصوير، مش قادرين في بعض حالات التسلل ان نقدر برضو نحكم عليها بشيء بشيء واضح، بس طالما الكره مش واضحه فلازم تمشي مع قرار الحكم بصراحه. فطبعا الحكام نجح النهارده في اداره المباراه. المباراه على فكره دي نتيجتها دلوقتي سهله، انما في بدايتها ماتش الاهلي والانتاج طول عمره صعب على فكره بالزبط. ومحدش يقدر يتوقع نتيجته، فالمباراه بدايتها صعبه. اداء الحكام مع سلوك اللاعبين الحمد لله الرائع بتاع الفرقتين يعني سهل كتير قوي مهمه الحكم. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير. يبقى اداء تحكيمي جيد في هذه المباراه باستثناء ركله الجزاء التي لم تحتسب لصالح رمضان صبحي، واخطا فيها كابتن محمد الصباحي بدون في عدم اخطا بدون تعمد طبعا. ما احنا انا دايما حتى لو لا قدر الله الاهلي عنده مشكله في هذا الموضوع لكن ان هو مثلا لا قدر الله متعادل ولا حاجه، لكن انا دايما بقول ان هو عمري ما بقول على حكم ان هو متعمد، ولكن اخطا بدون تعمد في عدم احتساب ركله الجزاء. وبالتالي كل اللي نطلبه ان تكون الفتره القادمه ممكن يوم اسوان تبقى الدنيا 0-0 ولينا ضربه جزاء زي دي نكسب بيها 1-0 صح ولا مش صح؟ وكمان العدد بتاع الاهداف ممكن يفرق في الترتيب بالظبط كده، يعني مش عشان تكسبت 3-2-1 لا طبعا العدد يفرق طبعا. تمام، بس ان شاء الله التوفيق ومطلوب التركيز الفتره اللي جايه وان شاء الله الامور تبقى بخير. يعني كل التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير على وجودك معانا النهارده. شكرا فندم. شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان. زي ما قلت لحضراتكم ملاحظتين مهمين جدا النهارده في مباراه اليوم. الاولى بالنسبه للمؤتمر الصحفي، نتمنى من اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم ان الصحفي اللي يكون قاعد بيقول السؤال للمدير الفني ان يكون هناك مايكروفون عشان الناس اللي قاعده بتسمع المؤتمر الصحفي في التلفزيون تبقى بتسمع سؤال الصحفي. ده اولا. ثانيا، عندنا مخرجين عظام جدا، عندنا مديري تصوير في التلفزيون المصري عظام جدا جدا جدا. لماذا تظهر الصورة بهذا السوء في مباراة اليوم؟ زي ما قلت لحضراتكم الكل بيجمع النهارده حتى في مباراة، يعني انا ما اتفرجتش الحقيقة على مباراة المصري والاسماعيلي، ولكن بلال وكابتن شريف وكابتن ماهر قالوا لي ان لا في مشكلة في التصوير، وبالتالي عندنا مشكلة في التصوير مش عارفين ايه هي. نتمنى ان ينتهي هذا الموضوع. الدوري بادئ كويس، ابتدت موضوع الجمهور ان شاء الله واحده واحده خلال الفتره القادمه، وبالتالي نتمنى ان نرى دوري عام بكل ما فيه او بكل عناصره ان يظهر بشكل جيد. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي هذه الاطلاله الجميله من الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي النهارده. عايز اقول لحضراتكم ان القادم افضل يا رب ان شاء الله. ننهي المرحله الاولى يوم السبت في مباراه اسوان، هتبقى ان شاء الله الساعه 3:30 عصرا، وهنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره ساعه او ساعتين ما قبل مباراه النادي الاهلي ضد نادي اسوان. اشكركم وان شاء الله نلتقي قريبا في حلقه جديده من ملعب الاهلي.